من أهل الحديث لا بأس بهذا نعم جزاك الله خيرا شيخ ما نصيحتك لإخواننا في سجن في الأمريكا في أمريكا الذين يحبون السنة لكن من ظروفهم لا يستطيعون أن يتطبقوا بعض الأمور دينهم في السجن نعم هؤلاء يتمثلون قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وكذلك في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صلي قائمة فإن لم تستطع فقائمة فإن لم تستطع فعلى جنب فيؤدون من الأعمال ويطيقون يؤدون من الأعمال ويطيقون ويحفظون من الدين ما يستطيعون من السنة ما يطبقون ما يستطيعون وما لا يطيقون فهو معفو عنه لا يحاسبون عليه عند الله عز وجل إذا فعلوا ما يستطيعون وتركوا ما منعوا منه أو لم يتمكنوا من فعله أو لا يؤذن لهم بفعله فإنهم لا يحاسبون عليه ولا يثمون عند الله نعم بارك الله فيك